حبيت في معرض المقام على مستوى المعهد الإسلامي، طبعا على غرار النشاطات التي يقوم بها المركز التكوين المهني التنموي، قمنا بفتح تنظيم معرض على مستوى المعهد الإسلامي للتعريف بمنتجات التكوين المهني للمتربصين. الهدف هو الاستقطاب أكبر عدد إن شاء الله من الدخول تاع دور سبتمبر. نحن اليوم في تظاهرة أسبوع التكوين المهني، قد قمنا بعرض بعض المنتوجات مثل الألبسة وغيرها من المنتوجات. نشكر السيد المدير الذي قام بمجهودات كبيرة والحمد لله. في إطار النشاطات التي ينظمها المركز الثقافي الإسلامي وبالتنسيق مع مركز التكوين المهني والتمهين زي محمود بن أبي سيد الشيخ، يحتضن المركز تظاهرة الأسبوع التكوين المهني. كان فيه عرض لمنتوجات محلية وتقليدية وزيارة من طرف العديد من الشباب إلى هذا المعرض. طبعا تبقى أبواب المركز الثقافي الإسلامي مفتوحة لجميع النشاطات خلال شهر رمضان، ونرحب بالجميع.